فنبتدي المحاضرة بالمشاكل اللي هي قابلتنا في المسجد، وبعد كده نكمل. طب مين هيبدأ؟ أو مين ظهرت له مشكلة؟ يلا واحدة بواحدة. طيب انا عندي بس مشكله، ايه هي المشكله؟ لو انا عندي زخارف زي دي كده اعملها ازاي؟ اللي هي في المسجد من فوق اللي هي دي، خلينا نفكر بالبردك بالمنطق يعني. المفروض ماتريال اللي هي دي مش هي displacement راح تعمل كتير مشكلة، انه في كتير يعني هيعمل الملف هيبوظ. يعني، هل اروح استخدمها كماتيريال؟ هل تنفع؟ وينفع تديني البارز والغائر ده؟ طب ما شوي بلاش. تسكيل هالقد يعني شوي حيعطينا، ممكن مو هالإفكت القوي صراحة بالماتيريالز اتوقع. طب الزخارف اللي موجودة عندي هنا، الفراغات دي عاملها ازاي؟ ما بعرف طيب بص، انا في عندي كام زيتونه بقى، زي كام زيتونه مهمه من ضمن الحاجات اللي مهمه ان احنا نستغلها في موضوع الماتيريال. دلوقتي البارز والغير ده انا ممكن اعمله كذا حاجه. اولا انا ممكن ارسمه، ولو اترسم دي تاخد كام ثانيه تقريبا؟ أو كتير. طيب انا ممكن اعملها في ثواني. طب ازاي؟ اولا انا ممكن اجي مثلا اجيب هنا اي شكل زخارف مثلا من النت، مثلا اي صورة ولتكن مثلا، تعال ناخد دي مثلا وهكليك يمين. هو انت قصدك هتحطها لنا صورة؟ لا انا ما اقصدش ان انا هحطها كصورة، انا اقصد ان انا ممكن احولها فيكتور لاين. عن طريق ايه؟ في برنامج يا اولاد اسمه الستريتور، ما اعرفش حد يعرفه او يسمع عنه اول. طب بيعمل ايه للاستريتور ده؟ الاستريتور ده بيروح اصلا بيشتغل فيكتور لاين. من ضمن الميزات اللي موجوده جواه يا عمرو ان انا ممكن احط جواه اي صوره واطلعها كانها فيكتور لاين، اعمله تريس عليه. يعني ايه تريس عليها؟ اول انا رحت عملت داونلود لصوره، يعني هي دي مجرد صوره جبتها قدامي. ازيك يا ريما؟ ازيك يا رنيم؟ ازيك يا ندى؟ حضرتك هلا، فين الشغل يا ازي رجاله؟ حضرتك يا دكتور؟ فين الشغل يا ولاد؟ هروح اجيب الصوره كده واروح جاي اعمل هنا كده دراج اهي، او هاجي هنا كده على برنامج الالستريتور اهو، فايل بليس، واجي اخد من هنا على الديسكتوب واروح جاي جايب الصوره اللي انا نزلتها. هي دي مثلا اعتقد برضك انت هتروح تستخدمها كصوره. اه بس جوه الالستريتور في تول بار مهم اللي هو موجود من فوق ده، في وظيفه اسمها ايه؟ image trace. طب دي بتعمل ايه؟ دي الايمج تريس دي بتروح تعمل او بتحس الفرق ما بين لونين وتحط لي خط فيكتور. مكان الايمج تريس طلع عندك ايه يا رينا من فوق؟ expand. هدوس عليها كمان مره، يبقى انا كده ما عملش الا حاجتين بس يا رينا. اولا حطيت الصوره، ثم عملت ايمج تريس، ثم عملت اكسباند. ايه اللي حصل يعني؟ هو راح حول لي الصوره الابيض والاسود لعباره عن فيكتور لاين. طب اوكي تعالى نعمل كده مثلا ان جروب. عايز ايه يا رينا؟ اه انا عايز الكيرف ده بدل ما ارسمه، او الكيرف ده اي حاجه. ده مثلا اه ده شكله احلى شويه، كل ده انا مش محتاجه. طيب ماشي، ده هتدخله ازاي عندك على الـ 3 دي ماكس؟ هطلع من قائمه فايل، هعمل اكسبورت از واحفظه هنا دي دبليو جي. يعني انا ممكن اروح احفظه عندي واطلعه على الكاد؟ اه طبعا. وينفع ادخله عندي على الماكس؟ اه طبعا. هاجي هنا كده على الديسكتوب واحفظه واقول له سيف بالسكيل بالفيرجن زي ما انت عايز. فين هو ده كده؟ دي اكس اف. لا تاني، هعمل هنا فايل اكسبورت از، وهاجي يا رنين كده اقول له هنا اكسبورت از، واجي احطه من هنا دي دبليو جي اهي، واقول له هنا اكسبورت. فين هو؟ اهو. ممكن اخده بعد كده كان احنا دخلنا اي بلان يا لينا عندي على الماكس. بدخل البلان ازاي؟ يا اما دراج
يا اما امبورت. يا اما فايل امبورت، وامبورت طبعا ادق واحسن. امبورت جه. ايوه الله، هي مش دي اللي كانت صوره من شويه؟ هي دي اللي كانت صوره. طب هل انا هقدر اروح ارفعها واعملها اكسترود؟ خلاص الموضوع خلصان. يعني اقدر اقول له لو سمحت روح اعمل ليها اكسترود، او هكليك يمين اعملها كونفرت تو احولها هنا فوق. ايوه ثم هي لونها اسود ليه؟ ممكن امسك الماتيريال مؤقتا وهاجي يا عمرو اروح جاي واخد اي سلوت من هنا وراح اعمل لها دراج كده. اقدر اجي بعد كده اروح جاي ماسك البوليجون اللي هو ده واجي اعمل لها اكسترود. هي مش دي يا ولاد اللي كانت صوره؟ يبقى معنى كده اقدر اروح اجيب اي صوره في ثواني اقدر اعملها. هتشايفها؟ حد معايا يا ولاد؟ ايوه دكتور. طيب بس خدت مني وقت، وانا برضك خلي بالك انا ما اعرفش الاستريتور كويس. طب في حل تاني؟ في حل تاني. طب حل تاني منين؟ من جوه الماكس برضه. طب انا هعمل ايه؟ حاول لما هنيجي ناخد الماتيريال ان شاء الله هتلاقي في عندك وظيفه دي اسمها بامب. ايه البامب ده؟ ممكن اروح استخدمها، اروح اعمل بيها بنوهات، ممكن اروح اعمل بيها بارز وغائر، احط فيها اي زخارف زي ما انت عايز. ولنفترض ان دي مثلا الكوره اللي هي الجبس اللي هي لونها كذا اللي عايز احط فيها زخارف. كل اللي انت هتيجي تعمله ان انت هتيجي هنا وكده، وده مش شرح اللي احنا هناخده عندنا لما نيجي ناخد ماتيريال. في وظيفه عندي من تحت اسمها مابس، وهاجي يا محمد كده اختار من ضمنهم وظيفه اسمها بامب اللي هي دي، حتى الصورة. واروح حاطط الصوره فقط مش هعمل اكتر من كده يا لينا. هاجي من هنا كده واقول لو سمحت من جوه جنرال بتماب يا عم، واجي اخد الصوره اللي انا نزلتها اللي هي دي. ايه اللي هيحصل؟ بص كده، أني أسرع وأسهل وأدق وأنظف. طب ينفع؟ طب بس دي كبيرة قوي. هناخد طبعا إن أنا ممكن أصغرها وأغير حجمها وألعب في مكان زي ما أنت عايز أهو. هتشايف؟ حتى كمية البارز والغائر برضك أنت بتتحكم فيه. اللي أنا أقصد إن أنت يكون عندك مجموعة بدائل تقدر تعمل بيها الكلام ده. هتشايف؟ ايوه أنت معايا يا ولاد؟ طب تمام. ايوه طيب دكتور، كده في بس مشكلة واحدة، انه لو انا بدي اياه شباك يعني يكون شفاف ومبين وراه وطالع الزخارف. بس خدي بالك هي دي مالهاش علاقه بالشفاف. الشفاف ده بقى حاجه تانية. ايه الشفاف ده؟ دي وظيفه اسمها اوبست. ايه الاوبست دي؟ حاول بتروح اي تجيب بس ما بدي كل الاوبجكت يشف، يعني بدي بس يطلع له مثلا كأنه حديد، لنقول معدن، ووراه في ازاز. فالمعدن هذا بدي اعمله، انا بقدر ما بقدر اعمله، بقدر اعمله بالماتيريال بدون ما اكون عامله شكل الشباك مثل الزخارف اللي عندنا يعني. ما انا هقول انت عندك الكلام ده هيتعمل ازاي. اولا برضك ممكن ارسمه زي ما احنا اتفقنا، بس الرسم ده بياخد وقت. طب ايه هو الحل البديل؟ انا عندي مثلا ده مكان اهو، او حتى مكان من اللي احنا هناخدهم اللي هي شغل الانتير لما يجي نبدا ان شاء الله فيري. انتوا نزلتوا الفيري عندكم صح؟ ايوه مهم عشان ما حدش يقطع في النص. خلاص تعالى نجيب هنا اي مكان وليكن ده مثلا او ده. ده مثلا ده مكان انتيريور مثلا عايز اعمل فيه زخارف او عايز اعمل حفر زي الشباك مثلا، بس مش عارف هل هو فيه لايت ولا لا، بس ده مضلل. عشان كده انا جبت الاستوديو اللي انا اشتغلت عليه من شويه اللي هو ده اسهل. هاجي هنا كده وهجيب حيطه زي حيطه الشباك يعني. طب ايوه ماشي، بس ده سوليد، ده مقفول. هعمل ايه لما هنيجي ناخد الماتيريال؟ حد هنا لون اللي هو شكل الفراغات او شكل الزخارف دي الماتيريال بتاعتها. وهاجي هنا كده يا اولاد من تحت في عندك يا رينا وظيفه هنا كده يا تسنيم اسمها اوبيست، وهاجي اختار لها الصوره بتاعت الزخارف. تعال نجيب هنا مثلا ناخد دي مثلا، بس دي ايوه فيها ووتر لا مارك. تعال ناخد دي مثلا، كليك يمين سيف از. اي يا فندم دي صوره، انت هتلزق لي صوره؟ طب ما انا كده مش هشوف اللي وراها. ما انا هقول لك بقى لما نيجي ناخد الماتيريال انت مجرد انت هتنقي الصوره بس،
وادي اساين وادي شو. هتشوف حاجه. ايوه اه تمام. ايوه ماشي يا فندم. انت برضك كده لزقت الصوره، معلش اعملي ريندر كده. مبين بالماتيريال سلوت اصلا ال اه بص كده بس، استنى لما تطلع هتشايف. ايوه يبقى معنى كده ان انت اي شكل زخارف في اي مكان تقدري في ثواني تحطيها في شكل شباك، اي شكل على مزاجك تقدري تعمل هاي بالاوباسيتي بالاوبس. والكلام ده احنا هناخده تفصيلا، يعني الكلام ده احنا هناخده تفصيلا لما نيجي ناخد الماتيريال. يبقى كده اسهل ولا ارسمها اسهل؟ لا هاي اكثر اسهل وحده. حد معايا اولاد ولا فين؟ يا سلام. طيب في حد عنده سؤال تاني؟ طيب طيب ناخد امتحان بقى نسخن بيه، لان الموضوع كده الموضوع كله نايم يعني. لا لا دكتور طيب بص، النهارده المحاضره كام؟ التاسعة حلو، ناخد تاسك، انا بتكلم بجد، وحط عليه درجه 9 محاضرات. ديل لا دكتور ديل. الله يخليك لا انا عندي هنا ده اوبجكت اهو، حلو، وده عباره عن سلندر مثلا اهو، خلاص. والله حاجه مثلا من اف اف دي لو حد منكم فاكر، ايه ايوه تسنيم، واجي اخد مثلا اي بوينت من البوينتس دي كده اقدر اطلع بيها كده. شايف؟ عادي. تمام. حلو. طب انا بقى لو انا جبت اي شيب 2 دي، هل ينفع اعمل فيه نفس الحركه؟ ما جربت بس اعتقد لا لانه بيحتاج فيرتكس طب اعمل ايه؟ ايه الحل؟ بدون تقول يعني؟ ممكن اعمل لها اكسترود وبعد كده اعمل لها الاف دي دي ماشي، بس انت هي المشكله مش في كده. ادي هنا كده، ادي الاكسترود اهي. ماشي، هعمل ايه بعد كده؟ ها؟ هو شو النتيجة اللي بدنا اياها؟ واجي هنا كده للكنترول بوينتس، واجي اعمل دي كده، هل هو هيسأل فيا؟ نفت؟ لا. لا ليه؟ فيرتكس عشان ما في ها؟ سيجمنت عشان هي ما فيهاش سيجمنت. يبقى الزتونه اللي انا محتاجها، ان انا محتاج مجموعه وظائف تزود لي سيجمنتس في اماكن مش مسموح ازود فيها سيجمنتس. هل انا عندي اي حاجه تزود لي سيجمنتس في السطح ده؟ زي ده كده؟ لا لا مبدئيا لا عندي طيب ايه بقى هي الاوامر دي؟ انا في عندي 7 اوامر في منتهى الاهميه. ال7 اوامر دول بيروح يا اولاد يزودوا لي سيجمنتس بشكل غير منتظم. الاوامر دي خليك حذر وانت بتستخدمها، لان الكلام ده ممكن يهنج لك الماكس ويهنج لك المكنه وتقفل، فخد بالك. طب تعالى بقى واحده واحده، ايه هما الاوامر دي؟ انا معايا ده شيبه، اول امر من ضمن الاوامر دي انا هاجي هنا كده من موديفاي، وهتلاقي في عندك امر اسمه ايه؟ كواديفاي مش بمجرد ما باجي اضغط على كواديفاي مش اهو، بص اللي بيحصل. انا ماليش تحكم في الشكل، لكن انا ليا تحكم في السايز. حذاري وانت بتقللي الرقم، خلي بالك. هتشايف؟ يعني تشوه يعني إذا قللت الرقم الايه؟ إذا قللنا الرقم بتشوه الشكل لا، لو انت قللت الرقم السايز بتاعتها بتقل، فالسيجمنتس بتزيد. بس خدي بالك وانت بتقللي، عشان ده بيهنج الدنيا. تمام. طيب انا عندي بس في سؤال انا سالته امبارح وانا بشرح الحتات، في حد بيقول لي طب معلش دقيقه واحده بس، انت بتقول ان هو زود سيجمنتس، بس انا ما شفتش حاجه حصلت في الكتله. هو في حد منتظر ان حاجه تحصل في الكتله؟ لا لما نحركها اه طبعا لازم اعمل اي امر تاني. خلي بالك السيجمنتس دي بتزود لي درجه المرونه في الشكل فقط، انت معايا؟ لكن ما تعملش اي حاجه، دي وسيله مساعده، عشان لما اجي اقول له اف اف دي اهي، وامسك البوينتس دي كده اهي، واجي اطلع بيها كده اهي، يسمح لي ان انا اعمل ده. بدون السيجمنتس مش هيسمع. لو حد معايا اولاد ولا فين؟ ايوه معاك تمام. يبقى كده اول امر مهم اللي هو اسمه ايه؟ كوديفاي مش تاني امر هتلاقي فيه عندك امر اسمه سب ديفايد
اهو طبيعي. برضك حط لي السيجمنتس بطريقه غير منتظمه، وعندي السايز برضك بقدر واصغر فيها. هتشايف؟ تمام. هتلاقي في عندك ثالث امر اسمه تسليت. وبرضك بقدر اتحكم في الايتريشنز او السيجمنتس. هتلاقي في عندك امر لل2 دي فقط اسمه جارنت ميكر. لل2 دي فقط. ايوه ماشي، بس دي واحده بس. هو انا بعمل الكلام ده عشان اعدل فيه بس فقط. ما فيش ميزه زياده. هقول لك احيانا بتحتاج انت شكل الشبكه ده. يعني انت عملت شكل الشبكه دي، ينفع اروح اعمل لاتس مثلا؟ طب استنى، ينفع اجي كده يا لينا اقلل الثيكنس ده كده واستخدمها كتغطيه مثلا؟ وحد معايا اولاد كفكره بس كده مثلا. محمد اهو، حد معايا اولاد؟ ايوه تمام. يبقى انت عندك الامر اللي هو اسمه جارنت ميكر ده على ال2 دي فقط. هتلاقي فيه عندك امر الرابع او خامس اسمه تربو سموث اهو، تيبل سموث. واقلل الاتريشنز برضك. بص ايوه، استغله ازاي؟ تعالى هنا كده ودوس اف 4. والله مثلا انا ممكن اجي بامر زي ايديت بولي مثلا، واقدر امسك مجموعه بوليجونز اللي هي دي. مثلا انا محتاج اروح ابني كاني هعمل كومباوند واحط الفيلا بتاعتي في النص، فانا ممكن اعمل اكسترود كده مثلا، كاني قاعد مثلا في العاصمه مثلا، وادي الابراج اللي موجوده، وتحط الفيلا بتاعتك باللاندسكيب بتاعتها في المكان الفلاني مثلا. حد معايا ولا فين؟ دي فكره من ضمن الافكار مثلا. يبقى معنى كده التربو سموث بيروح يديني شكل السيجمنت دي كده. كده بقى كام؟ خمسة. السادس بقى ده ما بيشتغلش الا على 3 دي فقط. يعني لازم اروح اعمل اكسترود الاول، واجي بعديها اقول له انا عايز امر اسمه ميش سموث دوت. هتشايف؟ اعمل اكسترود كده سيجمنتس، او اعملها زود الهاي بتاعتها. هتشايفها؟ تمام. بس ده على مين؟ 3D only 3D فقط. يعني. على هيك معناته عندنا ال garment maker 2D بس، وال ده mesh smooth ده 3D، ايوه والباقي كله بيشتغل على كله. بالظبط. اخر واحد ده بقى مش عايز اقول اضعافهم، هو اطيبهم. يعني ايه اطيبهم؟ مش فاهم. هقول يعني مثلا، ولنفترض ان انا معايا مثلا كتله زي السفير دي كده، وانا شلت السموث بتاعتها، وهاجي اخد كتله تانيه كده مثلا، وطرحنا الاثنين من بعض الكومباوند اوبجكت كده بس. اي ماشي، بس انا عايز اروح اخلي دي سموث، اعمل ايه؟ هتلاقي في عندك من موديفاي امر اسمه سموث، بس ده بيروح يزود لنعومه الشكل بناء على اصل السيجمنتس بتاعته. هتشايف؟ يعني بيخلي الشكل ناعم بناء على اصل السيجمنتس بتاعته. هتشايفها؟ يبقى كده توتال الاوامر اللي انا محتاجهم كام امر؟ هم 7 اوامر. ده سموث بس، وانا هاخد برين سكرين عشان لو انتم بتجربوه اهو. والتانيين اهو ال6 اوامر اللي هم دول. طبعا انا حطيتهم هنا مش بنجربهم كلهم، ده انا عشان اخد لك برين سكرين تبقى انت عارف اسمائهم يعني. لان هو كل واحد منهم هو مصيبه لوحده، يعني كارثه لوحده، بيتقل لوحده. وصلت؟ وصلت. حد يعرف يجربهم؟ بس ايوه خد بالك، وانتوا بتقلل الرقم قللوه براحه، واللي يخلص يبعت لي. احنا ما عندناش، انا ما عنديش في الشكل ده كده غير ان انا اعمله بروبوليان، صح؟ في حاجه تانيه؟ بس ده انا كان في حاجه في الفيلا اللي هي بتاعت مدينتي، اللي هي ايه يا رنيم يا فنانه؟ اللي هي دي كده، ده شيب اهو خلاص. نرسم الشبابيك ونعملها اتاتش، يا جدع برافو عليكي. وبعدين نعمل اكسترود بصير خلاص. بس الفها ازاي؟ ما دي مشكله. هو كان لو كان يعني مش مستقيم، هي المشكلة زي ما الفوق. ده هو دائري. ها
يعني ادي شباك مثلا. السؤال يا دكتور معلش. السؤال لو انا حبيت استخدم حاجه غير بروبوليان يا عم عشان افتح الشبابيك دي اعملها ازاي؟ احنا مو اخذنا امر الموديفاير كان بيحول الشكل لدائري لدائري ولا لا انا بيمشي؟ عملت تيوب بصراحه، بعد كده عملت لها اديت مش ودخلت مسكت ال، مش فاكر كان الفيس ولا الايدج حاجه كده، اه ابتديت ادلت منهم، وبعد كده خدت طب انت الشيب كوبي اه وكريت طب انت شيب لو كوم ايدج. جالك لو انت جالك العميل قال لك عدل لي في الكلام ده يا عمرو هتعمل ايه؟ لا دي بقى ما عرفتهاش، ما انا كنت عايز اعملها اكسترود واخليها تلف بس ما عرفتش بصراحه ايه طب اقول لك المشكله. انت شايفني صح؟ شايف ايه؟ انت كده شايفني انا كده صح؟ اه طيب ادي الشباك اهو وانا جيت كررته اهو بالعدد اللي انت عايزه ماشي. طب ثم بعد ما انت كده عملت الكلام ده زي فيلة مدينتي همسك ده واجي اعمل اتاتش مالتيبل للكل. انت رحت فين يا احمد؟ مع حضرتك يا دكتور. ثم يا فنان هتيجي تعمل هنا ادي اكسترو تمام حلو قوي. ايوه يا فندم ماشي انت عامله لي جنب ليه اصلا؟ ده انا الكلام ده عايزه ملفوف اعمل ايه؟ ما في امر اخذناه بيحول لاي شيء لبيلف على المحور. ايوه ماشي يا فنانه بس خدي بالك هو اصلا هنا ما فيهوش سيجمنتس هتروحي انت اه صح، ما في سيجمنت ما محتاجه بعرف انا اديهم سيجمنتس بقى كودي اعمل فايروس. بتاع دلوقتي. جدع برافو عليك اهي. وقلل القيمه زي ما انت عايز عشان السواد اللي هو في الكتله ده يروح بس واحده واحده عشان الدنيا ما تهنكش. ثم اروح جاي قايل له هنا اروح اعمل لي مين؟ بنت بنت وتديني هنا بند كام درجه؟ 360 درجة وتعالى غير الاكس اللي انت بتلف حواليه يروح عامل مين؟ اسهل كتير. وانضف وتعديله العرض احسن مظبوط. اهو. انت تقدر في اي وقت تقدر تلغي دول وتعدل براحتك، تقدر تهد الموضوع من الاول والموضوع بمنتهى السهوله احسن من موضوع بروبولي. وصلت؟ تمام يا دكتور. كده يا دكتور لما اجي اخد الشكل بتاع الشباك كوبي واعمل له الكلون والحركه اللي احنا كنا بنعملها عشان نعمل الازاز بقى نفس القصة والخشب، اه فهيطلع بنفس اللفه اه بنفس البند الصغير اللي فيه. لا بس خد بالك هو مش هيطلع بنفس اللفه، انت هتحطه وتعمله بند على اللفه يعني انت هتاخد نسخه من ده وتشتغل الشباك لما تيجي ايوه تحطه هنا هتعمله بند وبعد كده تنقل السنتر بوينت في النص وتكرر على نفس الأكس. تمام. طيب دي كانت آخر حاجة. ما فتحتيش انت يا تسنيم جوه التفاصيل ما عملتهاش صح؟ اه ما انا يعتبر عملته في الاخر فما تظبطش معايا كويس. ليه ما ظبطش ليه؟ هو انا هو احنا هنعمل اللي هو الري ولا ايه فيها؟ اه انت ممكن تعملي اري وممكن تاخديهم كوبي وممكن تركبي على باس وتكرريهم على حسب. انا ممكن اوريكي برضك حاجه من الحاجات اللي هي اللي اتبعتت لي فيهم. الموضوع يعني سهل بس هو عايز معافره شويه، معافره يعني يبقى انت توفري شويه وقت عشان تشتغلي فيهم. اعتقد انا بعت لكم الكلام ده في الاول خالص اللي هو ايه؟ اللي هي صور البلين سكرين اللي هي بتاعت الناس اللي عملتها اهي. بصوا كده عليها الواتساب طيب. بص على بص التفاصيل عامله ازاي. حد معايا ولا ايوه معاك انا عم بتفرج بس مزهولي بصي واو دي التفاصيل اللي انا عايزها، انا عايزها تطلع كده
طيب هو ده بعد الماتيريال وال لا لا، ده مش بقى، هو ما حطانا غير ماتيريال، هو ده لون جري بس. ده اصل الصوره اللي انا مديها له، ده شغله هو او شغلها هي، مش فاكر مين، ولدا او بنتا. تمام. انا بس برضك مش عايز ابان كاني انا بعطلكم يعني، انا بس محتاج، انا خايف عليكم انتوا شخصيا بس مش اكتر يعني. اللي بعت واشتغل تمام التمام، بس انت كل ما انت اهتميت بتفاصيل هتقدر تحط رجلك في السوق بمزاجك، زي الصور اللي انا بعتها لكم بتاعت شغلي. وبيني وبينكم انا بتقفل بصراحه يعني، ما بلاقيش شغل انا بتقفل. مش هأثر في الشرح، بس انا اقصد انا شخصيا كبني ادم بتقفل يعني. طيب بصوا بقى، في زتونه مهمه قوي احنا خدنا منها جزء. احنا اتفقنا من ضمن الحاجات المهمه يا عمرو ان انا ادخل بلان كاد وادخله عندي على الماكس، وكان في عندي يا اولاد مجموعه شروط لو حد فاكر، ان انا اشتغل بولي لاين، وان انا اشتغل لايرز، وان انا اشتغل واظبط اليونتس، وان انا الاوفر لابس، ما اعرفش حد فاكر الكلام ده اه ولا. ايوه فاكرين. طيب كان في منهج عندنا من ضمن المنهجين ان انا اروح ادخل البلان عندي مقفول واروح افرغ الكلام ده يا عمرو من جوه، امر البروبوليان لو انتوا فاكرين. يا علاء يا احمد، تمام حضرتك يا دكتور، حضرتك يا دكتور. ايه المنهج التاني بقى اللي احنا ما خدناهوش؟ ان انا ادخل البلان بتاعي مفتوح قيمه الباب والشباك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ولنفترض ان انا عندي الشكل ده كده، ده انا جايبه عندي من الكاد عادي، طب ما هو سهل، بس انت كده دخلت البلان نفسه قيمه الباب او الشباك مفتوح. طب طبيعه الحال ان انت لما هتيجي هنا كده من موديفاي وتيجي تعمل هنا كده اكسترود، ايه اللي هيحصل؟ ايه ده؟ يعني هل معقوله الباب من الارض للسقف؟ لا احنا بنرسم بس ريكتانجل فوق. هنعمل بريدج. انا عايز اعمل بقى هنا بريدج، هعمله بقى ازاي؟ في بعض الناس يا عمرو تروح جايه عامله ايه؟ تروح جايه كده يا عمرو وعامله هنا بالسناب 2.5، ده الكلام ده بيحصل، وهاخد هنا فيرتكس وراح اعمل دي كده، واروح جاي عاملها هنا كده اكسترود لو شباك اهو، ده قيمه الشباك اهو، وتيجي تاخد من هنا. مش عارف يا عمرو بتسمعني اه ولا، شكل النت عاملها معاك سامع الان، حضرتك، سامع. ويروح هو قافل قيمه الباب والشباك قوي قوي. بس ده يضايقني لما اجي احط ماتيريال. في حاجه احسن؟ ايه هي الحاجه الاحسن بقى؟ في وظيفة عندنا اسمها ايديت بولي. طب هعملها ازاي؟ انا هاجي هنا كده للاوبجكت، هخش يا اولاد على ايديت بولي ازاي؟ معلش، او اللي اشتغل يخش ايديت، بيجيب ايديت بولي ازاي؟ في كليك يمين اوعى، كونفرت تو كنت مستني دي بقى، اوعى حد يدوس رايت كليك ويجيب كونفرت تو اديتابل بولي، او يدوس كونفرت تو اي حاجة من هنا، اوعى. معلش انا اسف، هو اشمعنى؟ هو عيب يعني وحش ان انا ادوس هنا؟ لا مش مسألة وحش، انت دلوقتي هنا اهو كده، دي خصائص الكتلة بتاعتك اهي. لما انت تيجي كليك يمين وتقول له هنا كونفرت تو، انت كده فقدت الخصائص اصلا اللي موجودة في موديفاي، هتشايفها؟ يعني انت لو تمام. حطيت تعدله في اصل الكتلة يا ولاد ما تعملش الكلام ده. انت الكلام ده انت بتعمله لما تيجي تودي شغلك او الفايل بتاعك يا عمرو لاي حد يحمل، عشان مش عايز يشوف انت اشتغلته ازاي. لكن انت لنفسك ما تخنقش نفسك، تعالى من هنا من موديفاي وقول له هنا ايديت بولي. يعني هو ده زينا؟ طبعا هو ده، هو ده. بس هنا الميزه ان انت حتى لو حبيت تلغي ايديت بولي ده متاح اهو، هتشايف؟ عايز تمام. على اصل الكتله بتاعتي ده متاح اهو. حد معايا في الزتونه دي؟ عشان دي ايوه مهمه. تمام معاك. اه تمام. طيب جيت عملت الكلام ده، ثم انا هعيدها كذا مره، خلي بالك، حاجه هنا كده من ايديت بولي على بوليجون، وامسك البوليجون ده، هتلاقي في عندك ايه هنا؟ ادي اكسترود. ممكن اخد ده كده بايديا مانيوال، ما انت خلي بالك هم خدوا اديت بول يا عمرو خالص الامر ده فقط، وعملوا بيه برنامج اسمه سكتش اب. يعني هو السكتش اب ده عباره عن امر موجود في ال 3 دي ماكس اهو. طب معلش، هو كده انت عملتها بالحب، طب انا عايزها بالمقاس. اي حاجه بالمقاسات دوس على السيتنجز ديت، وتعالى اديله القيمه بتاعت ايه، 3 متر، مترين، زي ما انت عايز. حد معايا؟ حضرتك طب طبعا. حلو، برضك احنا ما استفدناش حاجه دلوقتي، انا عايز اقفل دي، هقفلها ازاي؟ معلش هدوس على اف 4 عشان اشوف الواير فريم، واجي هنا همسك مين؟ واجي يا لينا امسك الادج ده كده، واجي يا تسنيم اروح جاي واخد اخوه الناحيه الثانيه، دايس كنترول والف الناحيه الثانيه،
واخد ده واخد ده. مش فاهم معلش، انت مسكت الايدجز دي ليه؟ هو انت عايز هنا قيمه الكاميرا صح؟ انا مثلا فرضا ان انت عندك ارتفاع الدور ده 3 متر، قيمه الكاميرا خلينا في الارقام صحيحه يعني هنقول 30 سم، يبقى انت محتاج كم سيجمنتس هنا اهو عشان تبقى كل واحده 30 سم؟ 10 10. يعني دي انا بس عشان الناس ساكته، كل دي 30 سم، 3 متر 300 سم، قيمه الكاميرا فرضا ان هي 30 سم، انت محتاج هنا كم خط تحطه بالعرض؟ ايوه 10. محتاج 10. ايوه طب انا هجيب ال 10 دول منين؟ بعد ما انت عملت سيلكت على الادجز دي هتيجي تختار من هنا امر اسمه ايه؟ النكت وقول له لو سمحت انا محتاج من هنا كذا سيجمنت. ليه؟ عشان امسك بوليجون وامسك البوليجون ده والف الناحيه الثانيه كنترول واخد اخوه واجي ادوس على مين؟ على بريدج بريدج قفل؟ اه الحق ده قفل. طب تاني معلش همسك ده والف، خلي بالك عشان دي مهم مهمه قوي كمان، وهلف على اخد دي كنترول واخد دي واجي اقول له بريدج قفل؟ قفل. تمام. طب تاني معلش عشان هي سقطت مني. حاضر. طيب هما كده ملحومين يا دكتور ولا ايه الدنيا؟ اه كده ملحومين اهو، شيل بقى شيل اصلا الفرق. انا شايف خط يعني ما بينهم بس تمام. خلي بالك انا دايس على اف 4 عشان ابين الواير فريم بس. تمام طب تاني اهو هلف الناحيه التانيه، هو انتوا عايزين سيجمنتس بالطول ولا بالعرض؟ حسب، اذا بديهم بالطول بمسك اللي بالعرض، بديهم بالعرض بمسك اللي بالطول. اقول اختار اختار زي ما انت عايزه لينا اذا مثلا. مسكت اللي بدي اعمل معهم كونكت ايوه انت عايزه بالطول ولا بالعرض كتجربه؟ عشان بالعرض بالعرض. ماشي. لو انت عايزه سيجمنتس بالعرض يبقى لازم اجي اختار الايدجز الطوليه، يعني اختار ده الطولية اختار ده، حد معايا؟ عشان اجي كده اقول تختار. كونكت ولو سمحت زود لي سيجمنت سايز. طب اشمعنى؟ عشان اجي امسك بوليجون واروح ماسك البوليجونز اللي انا عايزها اهي واجي اقول له ادي اكسترود الماس اللي انت حابه. طب معلش هو انا ينفع اعمل اكسترود؟ اه اهي. طب معلش ينفع اعمل بيفل؟ ايه البيفل ده؟ ان هو بيديني شكل بيراميد لشكل الدوم اللي موجوده في مدينتي. ماشي يا فندم انت ضحكت عليا ليه؟ عشان ده سوليد. ماشي تعالى اعمل هنا انسات، انسات كانك بتدي لها اوفست واعمل لها اكسترود بس لجوه. حد معايا يا ولاد ولا فين؟ تمام. تاني معلش امسك الكتله دي اللي هي دي ادي بايرن وامسك ده واجي اعمل لها هنا اكسترود لبره مش لجوه اهي. طب بعد ما عملت اكسترود ممكن اجي اعمل لها انسات، انسات يعني تديك دبل لاين ثم اعمل لها اكسترود لجوه، لجوه ده كانك انت بتحفر فيها يا عمرو لجوه. ممكن اجي هنا كده اعمل لها بيفل واطلع بشكل الدوم من فوق اهي. تاني هاجي هنا في الجزئيه دي كده اهي في الجنب ده اعمل اكسترود بالمقاس لو عايز او بايديك بالحب حاجه افرغها. افرغها ازاي؟ ممكن ادي لها هنا انسات ادوس على السيتنجز وادي لها الثيكنس اللي هي قيمه الاوت لاين اي بوليجون من البوليجونز اللي هم الموجودين عندك اهو. اجي هنا ادي اكسترود واروح نازل بيها تحت. يعني اللي احنا كنا بنعمله برو بوليان انت ممكن تعمله في امر واحد. اه طبعا اهي. تاني اروح جاي ماسك دي واجي مثلا اروح جاي اعمل لها هنا مثلا ادي هنا وكده بيفل. محدش شايف يا ولد؟ ايوه تمام. اه يا دكتور طب احنا خدنا شغل زي حديد، شغل اورجانيك، شغل زي حديد لا لا ها ما اخذنا. اكيد. ايوه اي يا عم لا بالأوامر اللي فاتت فيعتبر خدناها يعني. برافو عليك. يعني ايه الكلام ده؟ احنا خدنا 7 اوامر. بعد ما انت بترسمي الموديل بتاعك ده لو انت جبتي من هنا امر يا لينا من ضمن الاوامر اللي هو اسمه ايه؟ فودي باي مش بص عمل ايه؟ لا انا مش فاهمك انت عملت ايه يعني؟ اول الكتله اللي انت جيت عملتيها دي وفرغت فيها وابتديت ان انت تتحركي بيها هو شغل زي الحديد ده بيعمل ايه؟ بعد ما انت بتشكلي في الكتله بتاعتك دي وتحركي البوينتس بتاعتك زي ما انت عايزه سواء كانت فيرتكس سواء كانت سيجمنتس سواء كان ما سواء اهي اي واحده منهم كده.
وابتدي ان انا اعمل الفتحات بتاعتي سواء بارز او غير. لو جبت هنا كده كواديفاي او بلاش كواديفاي، ممكن اجيبه هنا تربو سموث مثلا. بص كده شوفي كده في حاجه طلعت. ايوه يفضل هو سايب التربو سموث يعدل ويشوف جات زي ما هو عايز او لا، ما يلغيش الامر لكن يقفله، يعني يقفل دي كده ويعدل ويرجع تاني يشوفها ويشوف ايه النتيجة وهكذا. حد معايا ولا فين؟ ايوه معاك، ايوه دكتور وصلت؟ وصلت. وصلت؟ اه تمام. مش مرتاح بس. طب تعالى نجرب على مثال تاني. مين فيك انتيريور طيب؟ او مين شغال في الخشب؟ بلاش، مين عنده مطبخ في البيت؟ يا دي نهار انا اسود. طب في بيت طيب اصلا ولا ايه؟ بص يا رجاله، حد يرد بس ابقى عارف ان فيه ولا مفيش. ايوه كلنا دكتور. ايه يا دكتور ما تقلقش. طيب تمام، لو انا حبيت اعمل الدرفه دي اللي هي الحشو ينفع؟ ينفع ازاي؟ بنعمل insert، بعدين بنعمل bevel، اه يعني بعدين انا كمان بنعمل insert حسب قديش بدي ادخل اطلع. يعني مثلا انت عندك قد دار فاين هعمل ايه؟ همسك ال edge اللي عفوا ال face اللي برا، يعني edit انا point، يعني هاخد ايديت بوينت ماشي. ثم بعدين هنمسك ال برا ال face ال polygon عفوا ال board ال polygon polygon صح، او اشيل edges عشان اعمل خطوط. عشان امسك الايدج ده وامسك الايدج ده. بس انا ممكن اعمل insert، يعني اه بس اعمل ايه؟ امسك polygon بس و insert. اه بس انسر دي هيديك اربعه. ماشي كلامك صح ماشي اهو. حاجه اقول له لو سمحت اديني هنا كده ادي البوليجون اللي هو ده، واقول له لو سمحت اديني هنا انسر دبل لاين تمام. وممكن بعدين اعمل هنا كده اكستروز، اكستريم لجوه، وممكن اعمل كمان بيفل، وممكن اعمل انسر تاني واطلع هنا كده بيفل لبره. هتشوف حاجه؟ ايوه طب عايز الف دي الدرفه دي من فوق ماشي، امسك ادج او اليمين والشمال حاضر اهي كنترول وامسكه، واجي اقول لو سمحت روح اعمل لي هنا تشامفر اهي وزود السيجمنتس اهي عشان تبقى درفه حدودها ملفوفه. شايفه؟ ايوه لا مش عايز دي. طب انا عايز اروح ما انت المطابخ مين شغال في المطابخ او بيعمل مطابخ؟ اشتغلت مرة بس مو بالديتيلز كتير. اه لان انت خلي بالك المطبخ ده عباره عن ايه؟ اصل المطبخ كله هو عباره عن ظرف، لان انت عندك اصل الموضوع كله هو عباره عن علب. يعني لو انت عندك حتى مطبخ في البيت هو الفكره كلها العلبه نفسها سهله. يعني ادي هنا اكستندد اس بي لاين ده ريكتانجل وادي العلبه شايف؟ واجي هنا كده من موديفاي واروح جاي عاملها اكسترود. اللعبه كلها في الظرف اهي اللي هي هتتركب على العلبه، ظرفه اثنين ثلاثه ادراج وهكذا. دي وصلت؟ اه تمام. وصلت ولا عيدها؟ لا تمام. 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 ان شاء الله. تمام. جربها. هنجربها بس بشرط. لو انا عندي بالشرط. مثلا حيطة زي دي كده هل ينفع اروح افرغ فيها شباك بايد البولي؟ ايه بس لازم ارجع اسوي بريتش وسكر المحل ما فرغت، اه طب هعمل ايه طيب؟ لان حيطلع عندي فاضي. يعني اعمل لها ايه؟ يعني قيمة راح الشباك تعمل مثل، ممكن اعمل كرييت شيب او شيء. يعني اطرحها بالبروبولين يعني قصدك؟ لا انا عايز ايديت بولي. لا هعملها ايديت بولي ممكن اعملها وهبتدي بالايديت فولي. ماشي هقسمها بس هذا وافق ديليت. اهي انا هذا قصدي، بس بعد ما نعمل ديليت لازم الأماكن المفتوحة. بس خدي بالك انت لازم تمسكي الادجس اللي قدام واللي ورا عشان حضرتك تيجي تاخدي من هنا ادي كونكت. قدام ورا صح؟ هو كده مسك قدام وورا، ثم لازم امسك الاثنين دول من غير الكورنرز دي عشان اجي اقول له كونكت. طب ثم يا عمرو حاجه كده يا محمد همسك البوليجن ده واقول له ديليت، وامسك ده واقول له ديليت. هنا بقى المشكله دي هعمل فيها ايه؟ ايوه هاي المشكلة عم بحكي عنها، بس لازم نسكرها. اعتقد في طريقة تتسكر ده ايه ده؟ ايدجز. امسكيها واعملي برادش
بريدج. تمام. وصلت؟ وصلت. يعني سواء كان مفتوح قفلته، سواء كان مقفول فتحته. وصلت؟ تمام. وصلت. طيب احنا عايزين بس نجرب الاول البلان اللي هو الاوتلاين اللي هو كان اسمه ايه، انا لسه كنت عامله من شويه مش عارف ده ايه ده. البلان اهو هبعته لكم، هو مش محتاج، مش مستاهل يعني، مش مستاهل ان انا لا مش ابعته سهل، لا يعني مش هو مش حاجه يعني، بس انا اقصد توفيرا للوقت يعني نكسب وقت. خدت بالك اللي هو رقم 9 اللي هو ده هبعته لك، اللي عايز يرسمه يرسمه فجأة، هو ما فيهوش مشكله يعني. وهبعته لك يا عمرو كمان 18. يعني واللي يخلص يبعت. أول شيء نجرب البلان، نعمل الباب أو الشباك صح؟ عن طريق البريدج. عايز اللي هو المبنى اللي هو زي بتاع زها ده اللي احنا جربنا فيه، خدت بالك؟ وبعد كده ظرفة المطبخ. أوكي بس بتزهق هي بص يا عمرو، انا هحول لك بدل ما حد يحول لك تاني 18، انا حولت لك دي دبليو جي، عملته فايل اكسبورت يا عمرو. تمام يا دكتور، شكرا. يعني انت خلي بالك اي حاجه ماكس تقدر تطلعها كاد. وادي الفايل اهو، وهبعته لك على الواتساب. واللي يخلص يبعت. كلكم فيهم حتى اللي عملها غلط انا هديله فيهم فول مارك. خلاص؟ لمجرد الاجتهاد بس والمحاولة. طب دكتور لحظة أبعتها، لأن أنا ما بعتها، عم طيب. بجرب لسه. بص اللعبة بتاعتها ازاي؟ اللعبة بتاعتها المقصود بيها يا عمرو ان انت تتأكد ان كل الأوامر بدأ من ايه يا عمرو اللي احنا خدناهم؟ احنا خدنا بند وتويست وتيبر واف اف دي، وخدنا المورف واللفت، وخدنا كتير قوي من الاوامر اللي احنا خدناها. المهم كان المين تارجت بتاعنا ان انا اعرف امتى يا رنين استخدم انهي امر. طب تمام، وانا وجدت ان الاوامر دي متعبه جدا وفي نفس الوقت ما ادتنيش يا عمرو الحاجه اللي انا محتاجها، شايفها؟ ما انا ابتديت اعدله تحت. طب اروح فين؟ يبقى معنى كده ان القصه كلها فيها زيتون. ايه الزيتونه؟ يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد يا عمرو. اولا المفروض الكل راجع الاوامر دي، وثانيا انت هتستفيد بالاوامر اللي انا هقولها دلوقتي اللي هي ايه. انت هتيجي تعمل هنا مثلا ادي بوكس اهو. طب هو انت محتاج تعمل مين من الادجز دي؟ بعض الادجز همسكهم منين؟ اول امر هنحتاجه يا عمرو اللي هو امر اسمه ايديت بول. هقلب بس هنا كده ده انجلش. واجي من الموديفاير واخد مين؟ اتشيت واروح ماسك الادجز. ما عدا مين يا رينا؟ هاجي هنا هو كده عندك يا ندى، واقول له الت وشيل لي ده لو سمحت، وده الف الناحيه الثانيه، ده وده، عشان يبقى يا عمرو الخط ما ايه موصول كده. مش عارف حد شايف يا اولاد ولا؟ دكتور شفيق. طيب ايوه يبقى انت عايز تعمل ايه بعد كده؟ هتحتاج امرين بس الامرين دول جداد. هتلاقي في عندك امر هنا كده اسمه ايه؟ معلش يا دكتور، ممكن تاني عشان النت فصل وطلعت تاني؟ عاشر ما يهمكش مش مهم. انا اول حاجه جيت انت حضرت ايه بولي؟ لا انا اول ما حضرتك كنت لسه هتشرح النت وقع. ولا يكون على بالك. بص ادي الاوبجكت، واجي من موديفاي، وحاجه هنا ايديت بولي. كنت قلت لهم قبل ما انت تخرج يا محمد الهدف منها ان انت تجرب كل الاوامر اللي احنا خدناها. حاجه هنا ادي ايديت بولي اهو، وهاجي هنا كده همسك الادجز كلها، وهاجي ادوس الت واشيل السلكشن ده، وهلف الناحيه الثانيه واخد الاثنين اللي بالطول. ثم حاجه اروح جاي هنا جايب له امر اسمه ايه؟ بيز كريز. ماله كريز ده؟ كريز ده بحدد له انت تجيبها الادجس المعينه اللي انت ماسكها، واقول له لو سمحت زود لي النعومه بتاعتها. زادت؟ لا ما زادتش. ايوه ماشي، ما انت ما زودتش عندك سيجمنتس. اللي بيزود السيجمنتس امر يا اولاد اسمه اوبن سب ديفيجن اللي هو ده. تمام نفعت؟
نفعت. وصلت؟ يبقى انا كسبت وانا كده، كسبت كل الاوامر اللي احنا خدناها ان انت رجعتها واكتشفت بايديك انت ان انت ان هي ما تنفعش، وفي نفس الوقت في امرين زادوا ممكن يشتغلها في شغل اورجانيكا. يبقى هنا عملت ايديت بولي وايدج، بس الباقي ده ما وصلتلوش بصراحة. انا هاجي كده وابعتهم لك كده اهو. يبقى هي القصه كلها ان اللي جرب هو اللي كسب، والمجموعه كلها اللي خرجت دي كده كله خد زيرو يعني، وكل المجموعه اللي موجوده دي كده مشكوره على الاجتهاد بتاعها وخدت الفول مارك بتاعها. بس مش بتكلم في نص الكورس على فكره، نص الكورس انا هخلي الامتحان ده اللي هو ده اللي هو شغل الانتيريور، وده شغل مزاج بقى، شغل اكل عيش من اللي انت هتشتغله بايدك بصوابعك انت يعني. اللي هو ده الكتل دي انت مش هتروح ترسمها، الكتل دي موجوده عندك في المكتبه، بس انا عايز كل تفصيله حتى بما فيهم اللي هي المفصله بالمسامير بتاعتها. هتشايفها؟ هديرهم أنا وحدي؟ تمام. مفصلات الباب؟ ايوه دكتور شيفن. وبعد كده خد بالك انت مش هتعملها، ده انت عندك المكتبه انا مديك فيها اللي انت عايزه، يعني كل تفصيله صغيره وكبيره هتلاقيها موجوده فيهم، حتى المفصلات والمقابض هتلاقيها موجوده فيهم. يا سلام، يعني هو العميل هيشوف المفصلات والمقابض؟ لا، ده هو هيشوف كل تفصيله وهيقارن وقعتها بما اللي هو شايف. فانا محتاج تفاصيل عندك في الكتل اهي. بص، حتى الاكسسوارز اللي بتتحط على الترابيزه، حتى الفاز، حتى كذا. بص حد معايا؟ فانت كل ما انت زودت تفصيله كل ما انا كسبان اكتر، وكل ما العميل ينبسط اكتر من الشوط بتاعه. طب وصلت؟ دكتور، ممكن بس اخر درس اعمل لك شير عشان تشوف الموضوع لازم اللوكس؟ طبعا، اتفضلي طبعا. اللوكس هي هاي، اذا شايفها. انا محتاج لا عفوا، مو هاي، انا محتاج عفوا اجمع لحظة. الوقت، اللي شافها انا محتاج اللي شافها يعملها لي بس ويبعتها. دكتور، هدول نزلتهم كلهم، حلو باينين قوي، عندك؟ انزلي تحت كده يا لينا كده شوفي في كام جزء، هم 25 ايوه بس. 25. بص بقى يا لينا كده، امسكي اول واحد. اول واحد ولا 25؟ رقم واحد فوق خالص، كليك اوكي. يمين. كليك يمين، كات هير، شو اكستراكت هير؟ بس بس سيبي بس بقى، كي كله حيحط بس الفولدر لما بعد سيبيه بقى شويتين حلوين. اتركه خلاص. تمام. لما هتفتحي بقى اللي هي ماكس ده هتلاقي فيه الفولدر اللي انا شغال منه. اوكي، شكرا. اللي اوكي خلص دكتور، هلا نساوي هذا الانتيريور انا اللي عايز، ارسمني فيه. دي بس اللي خلصها يبعتها لي. طيب.